شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بهجوم الرسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتله الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. مشاهدينا متابعينا، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي هلا سألوا، ومع صاحبي الفضيلة الدكتور محمد بن زعمية، مجيبا عن أسئلة إخواني وأخواتي. حياكم الله دكتور محمد، أهلا وسهلا بك. حياكم الله أخي محمد وجميع المشاهدين والمشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله. إذن نتواصل مع فضيلتي الدكتور بعد بيان موضوع لقاء هذا العدد وعلى أرقام الهاتف الخدمة الظاهرة أدنى الشاشة. من محاسن الدين العظيم الوصية بالجار، ولخصها حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله في قوله: أن يبدأه بالسلام ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويقوم معه في العزاء ويهنئه في الفرح ويظهر الشركة في السرور معه ويصفح عن زلاته ولا يتطلع من السطح إلى عوراته ولا يضايقه على جدره ولا في مصب الماء في مزابه ولا يضيق طريقه إلى الدار ويستر ما يكتشف له من عوراته وينعشه من سرعته إذا نابته نائبة ولا يغفل عن ملاحظته عند غيبته ولا يسمع عليه كلاما ويغض بصره عن حرمته ولا يديم النظر إليها ويتلطف بولده في كلمته ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنيا. هي مجموعة من الوصايا حجة الإسلام بحامد الغزالي. في هذه الوصية العظيمة بالجار فقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أوصى به جبريل، وهو وصية رب العالمين في الكتاب والقرآن العظيم. بارك الله فيك أخي محمد، جزاكم الله خير، ورحم الله الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله على ما دونه من بيان حقوق الجوار، فجزاه الله عنا خيرا. فنقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون أيتها المشاهدات، أينما كنتم طبتم وطاب مجلسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا كما تفضلت أخي محمد، فالجار هو وصية الله سبحانه وتعالى، ووصية أمين السماء جبريل، ووصية أمين الأرض محمد عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قال في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فوصى بالجار القريب والجار الجنب البعيد، يعني إما القرابة من النسب أو القرابة في السكن، وكلا المعنيين صحيح. فالجار له كما قال العلماء إذا كان مسلما غير قريب له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، المجاورة والدين، نعم، حق الإسلام وحق الجوار. وإذا كان قريبا يعني هو من القرابة من العائلة والأرحام فله ثلاثة، وكان مسلما فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإذا كان يعني جار ليس له قرابة ولا يعني هو غير مسلم فله حق الجوار، يبقى ولو كان على غير ولو كان غير مسلم ولو كان غير قريب فيبقى له حق الجوار، وهذا حق مقدس كما تفضلت وذكرت يعني الأحكام التي ذكرها أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نعم، فالجار هو إذا كان غير مسلم يثبت له الحق كاملا، حق الجوار. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أروع الأمثلة في بيان هذا الحق عندما كان له جار يهودي، وهذا اليهودي كان خادما عند النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما مرض هذا اليهودي زاره النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي للجار أن يتفقد جاره، يواسيه، يكون معه في السراء والضراء، يعوده إذا مرض، ويحسن إليه إذا احتاج، ويستره، وهكذا
يقوم بحق الجوار ولو كان مع غير المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام زاره، ولما زاره استغل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الزيارة ليكون النفع أكثر، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الناس لأنه رحمة عامة، رحمة للعالمين. كان كما قال الله سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كان عليه الصلاة والسلام يقلق ويحزن عندما لا يؤمن الناس، وعندما لا يهتدون إلى الحق ويبقون في الضلال، يخاف عليهم من عذاب الله. فكان يحب أن يهتدي الناس، يحب أن يؤمن الناس. فلما دخل عليه وعاده قال له: أسلم. فنظر اليهودي إلى أبيه وكان واقفا عند رأسه، فقال له أبوه: أطيع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه الصلاة والسلام مسرورا فرحا مستبشرا كأنه قطعة قمر، فقال: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. إذن والجار كذلك وصية جبريل عليه السلام كما في الحديث: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني كأنه يولي، حتى قلت بلي راه يولي من الأرحام، من الأقارب الذين يرثون من الإنسان، يولون من الأقارب يرث لشدة قربه. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان عليه الصلاة والسلام كذلك يوصي بالجار ويبين بأن الإيمان منفي، الإيمان الكامل منفي عن الذي يؤذي الجار. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، ثلاث مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق، لا يحتاج إلى أن يحلف لنصدقه، ومع ذلك يحلف ليؤكد هذا الأمر، ويقسم ثلاث مرات أيضا للتأكيد. حتى قال الصحابة: من يا رسول الله؟ يعني هذا والله لا يؤمن. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ما معنى البوائق؟ يعني هي التهلكة، المشاكل كما يقولوا، اللي كل وقت يدير المشاكل الجار تاعو. الجار تاعو لا يأمن من مشاكله، هذا والعياذ بالله. راهم نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل، فليحذر على نفسه، فليحذر المسلم هذا السلوك، وليخف عقاب الله سبحانه وتعالى من إيذاء الجار. وإيذاء الجار يعني الحقيقة العقوبة تاعه قد تعجل، قد تعجل في هذه الدنيا. شفنا الناس كانوا يؤذيوا الجيران تاعهم، فوقع لهم يعني بسبب ذلك من الويلات ومن المشاكل ما لا يقدرون عليه. أذكر أن جارا يعني كان يؤذي جاره إيذاء شديدا، فاضطر هذا الجار الذي كان يؤذى تغيير السكنة، أن يغير السكن، لأن الدار تولي لا قيمة لها إذا كان الجار يؤذي. الدار ترخص وتغلو بالجار، ما يقولوا الناس يخرج بالروح، هذا خلي كلش ويخرج من الدار. نعم. كان أحدهم باع دار كانت في جوار عبد الله بن مبارك، وطلب بها ثمنا يعني كبيرا جدا، فقال له: كيف؟ قال: إنك تدري من تشتري؟ لا تشتري الدار فقط، إنك تشتري الجار. ففرح بذلك المشتري وقابل البيع، يعني الدار تولي عندها قيمة بالجار. فهذا مسكين خلاص اضطر إلى أن يبيع السكن أو أن يغير السكن، وذهب إلى مكان بعيد. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن هذا الجار الذي كان يؤذيه يتغير حاله، وتموت زوجته، ويتزوج امرأة أخرى، ويحدث بين أولاده وبين الزوجة تاعو مشاكل، وفي يوم من الأيام اضطر الأولاد تاعو أنهم يغلقوا عليه الباب وما يستقبلوش، وطرد من البيت من قبل أولاده. هكذا كانت نتيجته والعياذ بالله، طرد من أقرب الناس إليه، ونسي أن قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعجل بعقوبة الظالم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. أنت علاش ما خممتش في هذا الجار اللي مسكين تعب على السكنة طول حياته باش يسكن باش يستقر، وانت لما سكن ولي تدله في المشاكل باش يهرب، وباش ربما يضطر يروح يكري ولا يبدل في مكان آخر بعيد عليه. وهكذا يعني الإنسان لما ما يضرش العواقب ويدير هذه الأعمال القبيحة. وحتى العلماء قالوا أن من صور الإيذاء كذلك أن يرمي الإنسان الأوساخ. نعم. الأوساخ في أمام الجار،
وكذلك النفايات تاع، وكذلك اللي راه عنده مثلا العين تاعو تسيل مثلا عند الجار تاعو وتسبب له تهري الجدار مثلا، فهذا كذلك إذا على الإنسان كيما يحب الخير لنفسه يحب أخيه المسلم يحب الجار، انت ما تحبش أنه هذا الشيء يكون في دارك، علاش تديره لغيرك؟ علاش ترمي قدام الجار تاعك؟ كذلك من صور الإذاء، الإذاء تاع أصوات المزعجة، الصوت المزعج الذي ما يخليش الإنسان يرقد، كاين بعض الناس تبان له غير في الليل برك يجي يدير يثقب الحيط ولا يدير أشياء مزعجة ويوقظ الناس ويوقظ الجيران من النوم، وربما يجيب أصحابه يسهروا بأصوات مرتفعة وربما بالأغاني والموسيقى وكذا، وما يخلوش الجار تاعهم مسكين اللي راهو تعبان في النهار جاي يستنى الوقت اللي يريح فيه يحرموه من النوم، وربما يكون سببا في أنهم يفوتوا عليه صلاة الفجر، وربما يكون سببا في حرمانه من القيام إلى العمل. فهذا نقول وردوا بالكم، حتى بعض العلماء قالوا إذا كان الإنسان مثلا أزعج بصوته الجار وكانت المرأة حامل وسقط الحمل بسبب هذا الصوت المزعج فهو ضامن عليه الدية وعليه الكفارة. نعم. وكذلك الإسلام يرتقي بالإحسان إلى الجار ليس بمجرد كف الأذى وإنما إلى الإحسان، لابد من المعاملة بالحسنى في الكلام، أنك تحييه إذا لقيته تسلم عليه تسأل عن حاله وتكرمه وتكرم أولاده وتستره، تستره يعني ما تروحش قدام أصحابك وتكشف العورات تاع الجار تاعك وتقول لهم جاري فيه كذا وكذا، لأن أنت راك مطلع على الجار تاعك على أشياء لا يطلع عليها غيرك، فلا يجوز لك أن تفشي أسراره للناس. وأيضا أن تحافظ على عليه إذا غاب، إذا غاب تحرس البيت تاعه ولا تؤذيه، كي للأسف الشديد راهم يستناه وين يروح الجار باش يرتكبوا الاغتصاب أو يرتكبوا السرقة أو نحو ذلك من الجرائم والعياذ بالله. الجار المفروض راه بيت واحدة، الجار حتى في الجاهلية سبحان الله، هذا عنترة العبسي كان في الجاهلية، ولكن كان عندهم رجولة ومرؤة، يشوف باللي الجار المرأة تاع الجار تاعهم يشوف فيها، لا ينظر إلى امرأة جاره، أغض طرفي إذا ما بادت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. فكيف بالمسلم الذي أكرمه الله تعالى بالإيمان وأكرمه بهذا الأمر القرآني، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، اغض بصرك عن جارك ولا تنظر إلى عوراته، وحافظ عليه في غيبته وحضرته، وواسيه بمالك ونفسك، وكن معه في السراء والضراء، إذا فرحت تفرح معاه، وإذا حزن أيضا تبين له مشارك له مشاركتك له في حزنه وتصبره، وتدعو الله سبحانه وتعالى له كذلك بظهر الغيب، هذا أيضا مهم جدا لأنه يؤلف بين القلوب وبين الجيران. وديروا في بالنا أيها الإخوة الأكارم دائما باللي إحنا رانا جيران في الدنيا هذه، رانا ضياف على بعضنا بعض، عما قليل سنرحل جميعا، تبقى غير هذه الذكريات الطيبة الجميلة. يا حبذا لو أن الإنسان يخلي ذكرى طيبة عند جيرانه، قال والله ما شاء الله لما مات هذا فلان نذكره بالخير، كان محسنا، كان يتفقد الجيران، عمره لا سمعنا منه كلمة طيبة، عمره لا ذان بشيء من الأذى، فرحمه الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يحسنون إلى الجوار إلى الجار، وممن يؤدون حق الجار، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم دكتور، شكرا جزيلا، ونبدأ على بركة الله في استقبال الاتصالات والمكالمات. طيب معنا اتصال. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟ العلمة. مرحبا بك لامية من العلمة، تفضلي. نعم يا لامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، سؤالي عندي واحد 20 سنة هكذاك، كنت نتلفظ ونقول وعد ربي نقوم الليل غير في الليل، ووعد ربي وبالكفارة وباليمين القاطع وبالحرام، ومهم نقول في دقيقة نقول في لحظة نقول بزاف الأيمان هذا والوعود، من بعد نولي نحط زي النسخة ونقول وعد ربي وبالكفارة وباليمين القاطع وبالحرام، وبعد نولي نكتب فضل الشيخ في لحظة نولي نكتب مجموعة كبيرة، أنا عارفة شو لازم عليا دوكا.
فضلة الشيخ سؤالي. مفهوم نعم. واضح يا لميا واضح. عندك سؤال آخر؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك شكرا. إلى ولاية باتنا زهرة. نعم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم وعلى فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. بارك الله فيكم إن شاء الله. آمين وإياكم إن شاء الله. إن شاء الله نورتنا. نور قلبك إن شاء الله. بغيت نسقسي سيادة الشيخ دوك الأب اللي يكون الأب متوفي. يكون الأب متوفي والأولاد يعني راهم كما نقولوا يصدقوا على أبيهم ويديروا أعمال خير. لكن ساعة ساعة هكا الأولاد يتناقشوا في هذا المناقشة هكا هل الميت هل الميت الأب نتاعهم هذا الميت يحس كيما يكونوا هكا متخاصمين ولا يتقابضوا هكا في بعضهم يحس بهم الأب الميت وهل هذيك الصدقات توصلوا يعني توصلوا الصدقات هذوك اللي يصدقوها أو هذه المناقشات وهذا الآخر تحجب عليه اللي يحس بها كي تكونوا أولاده كيما هكا في مشاكل هذا السؤال الأول والسؤال الثاني أنا كيما راك تقول على الجار وحسن الجار أنا عندي جارة يعني هي جارة بعيدة علي تسكن معي في نفس البيت هي في الطابق الأول وأنا في الأرضي وهذه الزوجة يعني هذه الجارة يعني زوجة الابن اللي مربيه الزوجة نتاعي احنا ليس لنا أولاد هو ربى هذا الولد لكنها تسيء لكنها كما يقول في فضيلة الشيخ الماء يهبط عليا كما المامر اللي يعني والمامر يمر عليا في البيت نتاعي يمر عليا عندهم مامر الدخلة هذه ما عندهمش دخلة واحدة أخرى عندهم دخلة واحدة تدخلوا عليا هذاك المامر يعني هي ما تحبش عليه إذا كان نظيف أو غير نظيف أنا اللي قوم بكل شيء يعني نقول ما عليش نعقبوا في الدنيا هذه بصح يعني ساعات في الإيذاء هذه نقول لهم يا ودي ما ترموش عليا بالكلمة الطيبة بصح لكن تتكرر يعني ضروري طيب. مانيش نهدر راني نقول حسبنا الله ونعم الوكيل تسمعي التوجيه يا زهرة من الشيخ إن شاء الله ربي يهدي هذا الجار ان شاء الله وربي يعاونكم ان شاء الله شكرا جزيلا المباركه الله يبارك فيك ان شاء الله وربي شيخنا بالثبات والشفاء ان شاء الله لنا ولجميع المسلمين مع السلامه شكرا السلام عليكم شكرا الاخ طاهر من تيارت الو نعم السلام عليكم مرحبا اخي طاهر عندي سؤال تفضل كنا في جلسة تاع صلح أنا وياه ولدي. إيه؟ هي وكل اللي زعبت وصلت كلمة الطلاق ثلاث مرات. أنا كنت مطلقة البنت. أول مرة هذه وأول زلت. وأنا الشيخ. طيب. استقبل اتصال آخر. من ورق للأخ محمد رجاء الاستماع إلينا عبر الهاتف بعيدا عن جهاز التلفاز أيوة. محمد من ورق مرحبا بك الله يبارك فيك أخويا عندي الآخر ما نشدش شلال ووضوء وديرت زوج عمليات يعني ومحرج ياسر يعني ساعات يعني حتى الوضوء الواحد يعني نلحقوا فيه ربع خطرات وأنا مازال في الماء نعم يعني حتى ما أخرج حتى قدام أهلي يعني ما شدش ربي شافيك ويعافيك يا محمد الله يسلمك بارك فيكم إن شاء الله بارك آمين. الله فيكم إن شاء الله رب الله يبارك فيك إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دائما نستقبل مكالماتكم على الرقم الهاتفي 021-39-343-43 021-37-42-87 طيب نجيب على هذه المجموعة الأولى ونستقبل بعدها اتصالات أخرى مع لميا من العاصمة الفاضي ذكرتها هل ينعقد بها اليمين ما هي وعد ربي اليمين القاطع تضع يدها على المصحف وتحلف بهذه الأشياء بهذا الكلام هل هذه من ألفاظ القسم ولا لا هو القسم يكون بالله سبحانه وتعالى نعم
يعني اليمين المنعقدة هي أن تكون بالله تعالى، و هذه إذا حلفت بالله سبحانه وتعالى وحنثت عليها أن تكفر، وكفارتها أن تطعم 10 مساكين، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام. هذا هو الذي نقوله في الجواب. طيب القسم بالمصحف ووضع اليد عليه، نعم هو حكم القسم بالمصحف، يعني لا بأس، ولكن هو ليس شرطا وليس واجبا كما يعتقد البعض، إنما بعض الناس يريد أن يغلظ القسم، وحتى في بعض الأداء بعض الحقوق فمن أجل التغليظ يقول نحلف في المسجد أو على المصحف، لكن لو حلف لا بأس، هو نفس الحلف، يعني إذا كان حانف عليه الكفارة. نعم. طيب سؤال الموالي لزهرة من باتنا، هل يتألم الميت لشجار أهله؟ هل تصله الصدقات في قبره؟ وهل الخصومات التي تكون بين أهله تحجب هذه الصدقات؟ سؤال زهرة. هذا لا علم لنا به، لأن هذا من أمور الغيب، ولا يوجد هناك نص يدل على أن الميت يعني يطالع أو يعلم يعني ما يحدث في الأهل، سواء من أعمال أو من شجار أو كما قالت مشاكل، أو هذه لا علم لنا بذلك، لأن الأموات في عالم آخر، في عالم آخر وهو عالم البرزخ، ولهم حياتهم الخاصة. يعني بعض العلماء يقول معناها ربما يسمعون الكلام عندما يزورهم الإنسان، هذا محل نظر، لأن قد يدل عليه الأثر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قليب بدر: ما أنتم لما أقول بأسمع لما أقول منهم. وكذلك مشروعية التحية للموتى عندما يزورهم الإنسان في القبر، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. قالوا لو كانوا لا يسمعون لا يشرعوا، نعم، هذه التحية، يعني الحكمة، يعني لو لم يسمعوها لما شرع. نعم، فهذا يمكن أن يقال إذا كان زارهم ويسمعونه، لكن أنهم في قبورهم يعلمون هذا لا علم لنا بذلك، ولم يأتي بذلك خبر، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولا نجزم فيه. طيب هذه الجارة التي تسيء إليها كثيرا بتصرفاتها، وقالت لها ممر يعني يمرون عليه لا يلتفتون أبدا لنظافته وإزالة الأذى منه، يعني سبحان الله، هذه يقولوا لها الصبر إن شاء الله ربي يوافيها بالصبر، وهذه المسيئة يعني إذا تسمع فينا ننصحها بأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن تتوب إلى الله تعالى من هذا الإذاء، هذا الكفارة تعه أن تتوب وتطلب السماح من هذا الجارة، ولا شك أن إذاء الجار من أكبر الكبائر، من كبائر الإثم، والإنسان يوم القيامة يأتي ويندم على كل عمل يعني كان يعمله من الأعمال من الكبائر أو من الأثام، فلذلك الإنسان العاقل هو الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على هذه الأشياء التي تقع منه وهذه التصرفات الخاطئة، ويرجع في الحين ويعزم على أن لا يعود إلى ذلك، هذه التوبة النصوح، ثم بعد ذلك تطلب منها السماح وتتسامح معها وتصالح معها، عسى الله تعالى أن يعفو عنها، وإلا كما ذكرنا سابقا فإن عقوبة هذه المعصية عظيمة جدا حتى في الدنيا يعجلها الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. طلبة الدعاء الأخت زهرة من باتنا، نسأل الله تعالى لنا ولها الشفاء والمعافاة الدائمة، وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى لها أن يحقق لها ما ترجو من النعمة والخير عاجلا غير آجل، إنه سميع قريب مجوب الدعاء، وأن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا جميعا، وأن يحقق آمالنا ومقاصدنا، وأن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين آمين. معنا سامية من عنابة. نعم ألو. نعم سامية من عنابة. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. ربي ينورنا يا شيخنا. الله يبارك فيك. من قبلك عندي سؤال فيما يخص الزكاة. عندي أختي عندها مال دار عليه الحول.
نعم. قالت لك يجوز عليه الزكاة ونزكي عليه، بصح من وراء المال هذاك زاد تخلي لها مال واحد اخر اللي ما دارش عليه العام، اسك تزيد تخلطوا مع الاخر وتزكي عليه ولا ما لازمش الزكاة عليه؟ الزكاة الاول ولا لا؟ زكيت على اللي دار عليه العام، بس اللي تخلي لها ما زكيتش عليه. النهار اللي كانت فيه الزكاة المال الثاني دخل ولا ما دخلش؟ مازال ما دخلش. طيب وسؤال ثاني من فضلك. نعم. انا عندي حشاك لي تواليت وصال دو بان مع بعضهم، وشي هو نقيه هي نظيفه يعني ما فيها حتى حاجه، كي ندوش ولا نجي نتوضا نستغفر ونجهز، هل يجوز ولا لا؟ نعم. والسؤال الثالث من فضلك، انا مريضه بالسكر، عندي مرض مزمن، نعمل الانسولين من صوم رمضان، عندي مشكل نقلق هكا ساعات على اي حاجه نتغش ونقول والله ما عملت هذيك الحاجه ولا ما جاتني هذيك الحاجه ولا، ونعاود تجيني بكري كنت مكفر 10 مساكين مكفر ودركا كثر عليا الحلوف، ساعات نقلق ما نفيقش هكا ونندم يعني، وش هو يعني وش نعمل يعني؟ الصوم ما نجمش نصوم، مرة نكفر كل مرة نكفر دركا كثرت عليا الحلوف، هي حاجة تخلقني نحلف عليها، نقول والله ما عملت هذيك الحاجة وأنا نرجع لها، والله ما هدرت مع ذاك العبد نعود نرجع له، دركا والله عندي مشكلة 75 سنة في عمري والله نخلق بلا ما نفيق مع روحي. طيب بارك الله فيك. الله يبارك فيك أختي سامية. السلام عليكم. مع السلامة. السلام ورحمة الله. عبد الكريم من العاصمة. نعم. ألو. نعم أخ عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الكريم. أستاذ عندي سؤال على اللحية. نعم. ألا هي فرض ولا 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 هذا سؤال جائز؟ تسمع الجواب. ما فهمش الشيخ. ما تسمع الجواب يا عبد الكريم. طيب نواصل او في اتصالات؟ نعم. طيب دائما تواصل على رقم الهاتف الظاهر ادنى الشاشه. طيب الطاهر من تيار تسال يقول كان مع زوج ابنته في جلسه صلح وغضب هذا الزوج وتلفظ بالطلاق امامه وامام ابنه 3 مرات، هل يقع؟ نعم، الطلاق هو إذا كان صدر من الشخص الذي بيده الطلاق وكان بكلمة الطلاق وكان يقصد الطلاق ولم يكن في حالة الغضب الشديد فهذا يقع طلاقه. بقي الآن هل يقع 3 طلقات أو طلقة واحدة؟ فنقول إذا كان هذا يقع للمرة الأولى وطلقها 3 مرات متتابعة في مجلس واحد أو في جملة واحدة، أنت طالق 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 أو أنت طالق 3، فهذا المفتى به هو أن يقع طلاقه مرة واحدة، أن يكون طلاقه هذا رجعيا. نعم. وبالتالي له حق الرجعة عليها ما دامت في العدة، يقدر يرجعها بدون ما يعقد عليها عقد جديد، مجرد يقولها راني رجعتك ويشهد زوج شهود يكفي هذا، وتكون يعني علاقة بينتهم لا شيء في ذلك، يعني لا حرج عليه، ولكن تحسب هذا الطلقة، لو يزيد يعاود المرة الثانية تولي عنده طلقتين، لما يزيد يعاود يردها كذلك ويطلقها في المرة الثالثة تحرم عليه نهائيا. فالطلاق 3 هو الذي يكون بعد رجعة. أما إذا كان في مجلس واحد وفي أثناء العدة الواحدة فهذا ولم يكن هناك رجوع فهذا يعتبر طلاق واحد، طلاق رجعي إذا كان للمرة الأولى أو الثانية. نعم. بارك الله فيك. نستمع إلى مبروك من العاصمة. نعم. أخ مبروك. ألو. نعم. طيب أم محمد من البويرة. نعم يا أم. طيب اسمعيني من الهاتف. وعليك السلام. نقصي التلفاز. نقصي التلفاز. تفضلي بالسؤال. هاي هاي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. عندي
عندي سؤال على بابا. نعم. بابا عنده عين ما ماتش وما يصومش وما يصليش. وش بيه؟ مريض ولا وش بيه؟ ما دينا الطبيب ما قلنا ما بيه والو، قلنا ما عنده لا طاسي ولا سكر ولا والو، ما قالوش في رمضان ما تاكلش ولا ما صومت ولا. ايه؟ ايه السؤال كيف الحكم كيف؟ يعني راه يفطر متهاون وما يصليش متهاون هكذا؟ متهاون وشغل يدير والو كي نهضروا معاه نقولوا له لازم تصلي ولازم يقول لك ما نقدرش ربي ولا ما قبل كان يصوم. وقبل كان يصوم يصلي ولا لا؟ بكري كان يصوم، عنده عام ما صلى ما صام. شحال عمره هذا؟ عمره 83 سنة. ربي يحسن له العاقبة إن شاء الله. آمين يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. نجاوبكم محمد إن شاء الله. شكرا. أم أنس من المدية. ألو نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أسئلة مفضلة. نستمع إليها. السؤال الأول بالنسبة لقولنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. نعم. هل تشمل الأحياء والأموات أم لا؟ إيش قالت؟ السؤال الثاني مفضل. تشمل الأحياء والأموات؟ نعم، هل تشمل الأحياء والأموات المسلمين والمسلمات عندما نقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فقط ونسكت، هل تشمل الكل أم لا؟ نعم. والسؤال الثاني من فضلك أريد أن أسأل عن حلاقة الأطفال، هل حلاقة الأطفال قص جزء من الشعر وترك الباقي هل تعتبر حرام أم لا؟ نعم. السؤال من فضلك سألت من قبل ولم أسمع الإجابة، أريد أن أفهم معنى الصلاة الإبراهيمية، أريد أن ماذا أستحضر عند الصلاة الإبراهيمية من فضلك؟ أعيد السؤال. ماذا أستحضر عند الصلاة الإبراهيمية؟ يعني لم أفهم ماذا أستحضر عندما أصلي على الصلاة الإبراهيمية يعني. وش تستحضر كيف يعني؟ يعني ماذا يعني عندما أرددها ماذا أستطيع يعني لأحصل على ثواب الصلاة الإبراهيمية؟ يحصل الثواب بالترديد والتكرار تاعها. يعني التكرار والترديد يعني بدون خشوع، أريد أن أعرف معناها لأكررها ولأخذ الأجر يعني كاملا. كيف تؤدى الصلاة الإبراهيمية؟ يجاوبك عليها الشيخ إن شاء الله. شكرا جزيلا، هذا السؤال مهم بالنسبة لي. إن شاء الله إن شاء الله. يعطيكم الصحة والعافية. الله يسلمك، بارك الله فيك. طيب نجيب ونواصل في الإجابة دكتور محمد بخصوص سؤال الأخ محمد من ورقلة، يقول لا أتحكم في الوضوء، أجرت عمليتين وهو يعاني معاناة شديدة مع الصلاة، وكذلك قال أجد الحرج أيضا مع أهلي. نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه. إذا كان عنده مرض يعني هو لا يتحكم في الوضوء ويأتيه غالب الأوقات فهذا معذور، يعني هو يمكن أنه يتوضأ لكل صلاة فقط ويكفيه ولا يعيد الوضوء، حتى ولو خرجه هذا الشيء يعني بعد أن يتوضأ للصلاة، يدخل وقت الصلاة يتوضأ ولا يلتفت إلى ما يحدث له ويصلي بذلك الوضوء ولا يؤثر عليه ذلك ولا ينتقض وضوءه بذلك ولا تبطله صلاته بذلك، فوضوءه صحيح وصلاته صحيحة ما دام راه يجتهد ويتوضأ لكل صلاة وربي شافيه. يعني هذا اللي نقوله. إذا كان هو يعني مثلا أيضا يتحرج من الناس كما قال، نعم، هذا يمكن أنه يحاول كيف يدير ما يحتاط به من الأدوية مثلا، أو يبتعد عن التجمعات قدر المستطاع حتى لا يحرج نفسه، وكذلك يقدر يجمع ما بين الصلاتين. يعني هو إذا شاف روحه مثلا يعني ينظر أو يحرج بأن يجدد الوضوء كل، فيقدر يجمع ما بين الظهر والعصر مثلا، إما جمع صوري مثلا يخلي الظهر آخر الوقت كيقرب العصر يتوضأ وضوء واحد ويصلي به الظهر والعصر، إذا كان بهذه الطريقة بمعنى ما ينتقضش الوضوء تاعو، إذا يقدر يدير كما هكذا. أما حتى هكذا وينتقض الوضوء تاعو نقول له معليش توضى لكل صلاة ولا تعيد الوضوء ولا تعيد الصلاة. نعم. طيب في متصل اتصل يطلب الدعاء بالشفاء، يعني يعاني من مرض شديد
فيطلب منكم الدعاء له بشفاء والمعافاة. نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يديم عليه العافية وأن يشفي مرضانا جميعا ومرضى المسلمين، آمين. طيب، سامي من عنابة قالت أن أختها عندها مال حال عليه الحول وأخرج زكاة، مباشرة دخل مال آخر، هل تضمه المال الأول أو تنتظر بهما حوالان الحول آخر؟ بالنسبة للمال هذا الثاني إذا كان استفادته يعني هو بعدما أخرجت الزكاة تستقبل به حولا، هذا الحول تاعو من نهار اللي قضته، فهو مال مستفاد جاءها بعد أن خرجت الزكاة، لا تضمه إلى الزكاة الأولى، لا تخرجه حتى يدور عليه الحول عندها، فتستقبل به حولا جديدا، وحولها من نهار اللي قضته تحسب الحول. نعم. طيب، الاستغفار والتشهد كانت داخل الحمام، هل يمنع ولا لا؟ في البيت يعني. إذا كان هذا الحمام بعنته فيه الخلاء، يعني هو المقصود الخلاء الذي يعني ينزه عن الذكر، هو المكان اللي إنسان يقضي فيه الحاجة تاعه. أما إذا كان بعيد عنها ولو كما راها بعض الحمامات نديروا فيها العين اللي نغسلوا فيها داخل الحمام هذاك، هي بعيدة عن هذاك المكان اللي يقضي فيه الحاجة تاعه يعني. تكون بجنبه فهذا لا بأس، المهم إذا كان هذاك الإنسان دخل الخلاء وجلس في هذاك المكان اللي يقضي فيه الحاجة تاعه يكره أن يذكر الله تعالى على تلك الحال، لكن إذا قام من ذلك المكان وبعد عنه ولو قليلا ولو كان داخل في غرفة واحدة فيه مكان للغسل أو للوضوء من الحدث فلا بأس أن يذكر الله تعالى عند الوضوء وعند النهاية اختتام الوضوء كذلك وعندما ينتهي من الوضوء، وأن يذكر الله تعالى ويسبح، فهذا لا شيء فيه، المهم كراهة تكون في المكان اللي يكون فيه الإنسان لما يقضي الحاجة تاعه، هذا هو. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. طيب، تقول أنا مريضة بالسكري وتقلق كثيرا وتحلف على أشياء كثيرة، هل يترتب عليها كفارات بسبب كثرة هذه الأيمان والقسم الذي تردده؟ الحالة إذا كان يعني هي لا تقصد اليمين، هذا جرى على لسانها فقط، إنما والفت هكذاك اللسان تاعها يسبق وهي ما عندهاش قصد أنه تؤكد هذا الأمر بأنها تحلف أو تقصد اليمين، فهذا لا شيء فيه، هذا اللغو كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وفسرته عائشة رضي الله عنها بقولها هو أن يقول الإنسان والله وهو لا يريد اليمين لأنها جرت على لسانه فقط. نعم. عبد الكريم من العاصمة يسأل عن اللحية، هل هي فرض أو لا؟ على كل هذا السؤال كل مرة يطرح في الحصة وجاوبوا عليه الأساتذة، احنا نعاود فقط باختصار اللي قالوه الأساتذة، هو أن المسألة فيها ثلاث أقوال عند العلماء يعني قديما وحديثا، فهناك قول بأنها واجب ويحرم حلق اللحية، والقول الثاني أنها سنة ويكره فقط ولا شيء في حلقها، وهناك قول بالإباحة أيضا، هذه أقوال العلماء اللي ذكروها، والتفصيل في ذلك يرجع إلى المطولات. نعم. أم محمد من بويرة بخصوص الوالد تقول لا يصلي ولا يصوم مدة يعني عام تقريبا، وقد أخذوه للطبيب ولم يجد به شيء، يعني الآن هو في مرحلة كبير في السن وترك الصلاة والصيام. نعم. لما يأمروه يقول لهم خليوني وشأني. نعم، هو هذا، ونزيد نأكد على الأخ على السؤال تاع اللحية، وقال على اللي قالوا بأنها واجب يعني معناتها حلقها حرام، واللي قالوا أنها سنة يعني معناها فعلها له أجر، ومن لم يفعلها فليس عليه شيء، وكذلك من قالوا بالإباحة من باب أولى. وأما سؤال الأخ الكريم عن أبوهم هذا الذي لا يصوم ولا يصلي، فالحقيقة نقول أن الأولاد تاع السيد نقول لهم حاولوا تعاونوه أولا بالدعاء، وتحاولوا كذلك تعرفوا علاش مش يفعل هذاك، لعله مريض ذهنيا، لعله مريض عقليا، هذا اللي كان حياته كامل يصلي وكامل يصوم ثم يعني فجأة يقع في هذا، وخاصة مع كبار السن فلعله معذور، حاولوا تعرفوا السبب وتعاونوه كذلك بالدعاء، هذا واش نقول لكم، لا قبل لكم بهذا الأمر إلا
إرادة الله سبحانه وتعالى، إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. حاولوا تدعوا له ربي سبحانه وتعالى بالهداية، وأن يحسن الله خاتمته. ومنين ذاك نبهه يعني، ولا لكن ما تكثرش عليه حتى ربما لا يقع منه نفور نهائيا ضجر، وربما يعني يكون رده سلبيا والعياذ بالله. فحاولوا تعاونوه بالتي أحسن، تدعوا الله سبحانه وتعالى، فتضرعون إلى المولى عز وجل، فإن الله على كل شيء قدير، والله تعالى بصير بالعباد لطيف بهم، إنه سبحانه وتعالى كما أخبر في كتابه الكريم والله لطيف بعباده. نسأل الله تعالى أن يلطف به يا رب، وأن يلطف بنا جميعا، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. أم أنس من المدية تسأل عن قولنا ودعائنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، هل يشمل الأحياء والأموات معا؟ نعم، يعني كل مؤمن ومؤمنة يشمله ذلك الدعاء إذا دعا الإنسان بهذه، وإذا زاد يكون أفضل. اللهم اغفر لنا يكون من باب التخصيص، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، ولكن إذا هو يقصد بقلبه جميع المؤمنين والمؤمنات فيشمل الجميع الحيين والميتين. ومن كل أمم السابقة مؤمنة. نعم، وجميع الأمم السابقة. نعم نعم. حلقة الأطفال وقص جزء من الشعر وترك الباقي هل يعتبر حراما؟ هذا يعني يسمى القزع، وهو مكروه عند العلماء، وتزداد كراهته إذا كان فيه تشبه بطائفة معينة من المنحرفين أو الشاذين، فتزداد الكراهة. فلهذا يجب على الأولاد وكذلك على الآباء أن يجنبوا أولادهم مثل هذه الأشياء، ويدربوهم منذ الصغر على الهيئة الحسنة اللائقة، فإن هذا القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني مثلة، وفيه تشويه للصورة، وفيه كذلك تفرقة بين أعضاء الجسم، ما فيش حتى العدل بين أعضاء الجسم، يعني يحلق جزءا ويترك جزءا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأجل أن يكون الإنسان عادلا حتى بين أعضائه، فنهى عليه الصلاة والسلام كذلك أن يمشي الإنسان بنعل واحدة والأخرى حافية، إما أن ينتعل وإما أن يمشي حافيا حتى يحقق العدل بين أعضاء جسمه. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى أرشد الأمور، وأن ينجينا برحمته من الظلمات إلى النور. آمين يا رب العالمين. معنا النور هان من المسيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير عن هذه الحصة. آمين يا رب العالمين. حبيت الشيخ. تفضل. عندي سؤال. تفضلي بسؤالك. نعم. زوجي سعيد يزعف. المكالمة غير واضحة يا نورهان، رجاء لو تغيري المكان الذي أنت فيه حتى نسمع جيدا اتصالك. طيب عودي بنا اتصال نورهان حتى نسمع السؤال جيدا. هل في اتصال آخر؟ عبد الحق من الشلف. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال على الزكاة. تفضل. عندي مبلغ مالي ودار عليه الحول العام اللي فات، وفي شهر رجب خرجت عليه الزكاة، ما زال عندي لحد الآن ما فيها. وش عندك، الزكاة ولا المال؟ عندي مبلغ مالي العام اللي فات. نعم. ودار عليه الحول وخرجت عليه الزكاة. ايه. وما زال عندي لحد الآن. قول ما زال ما لحقش عام بالضبط. هو حتى شهر رجب يلحق عام بالضبط. ايه. السؤال. قول أنا في شهر الزكاة أسكون خرج عليه ولا نستنى حتى يلحق عام. أنت الحول تاعك في رجب. ايه في رجب. يعني تنتظر شهر رجب. انتظر حتى شهر رجب. ما دام تقول راك زكيت في رجب اللي فات. ايه. اذا حل الحولان الحول عندك في شهر رجب. طبيعي ما خرجت فوق حتى شهر رجب. وعلاش تخرج الان؟
ايك شغل رانا في شهر فينا شهر محرم ما عندناش بزاف شغل خرج الزكاه بتبالك خرجت عليه. طيب نزيد نوضحوا لك يعني في موضوع حوالين الحول. نعم. واذا اذا صرفت منه قبل العام خرج عليه ولا لا؟ نعم. الله يحفظك. واضح ان شاء الله. تعاود بينا الاتصال اخت نورهان من مسيله. نعم. اهلا. تفضلي. الزوج تاعك يزعف. نعم. يقول لاولادي يقول لهم ولاد حرام واسكو هذا في الشرع شيء الحكم تاعو. فهمتني؟ نعم. فهمتني؟ فهمتك. هاي صح. شكرا. طيب نجيب كيف تؤدى الصلاة الإبراهيمية؟ تسأل الأخت شيخ محمد. الصلاة الإبراهيمية كيف تؤدى؟ يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. وهناك صيغة أخرى وهذه الصيغة المشهورة. نعم. عبد الحق من شلف. طيب بخصوص حوالين الحول، هو سمع الناس تتكلم عن الزكاة في محرم، فبعض الناس يظن أنه لازم يخرج في محرم، أنه لازم يعشر في عشر. لا لا، هو الحول هو بالنسبة للشخص، كل شخص له حوله، يعني يبدأ الحول تاع الإنسان منذ أن مالك نصاب، نهار اللي ملك نصاب يشوف يبدأ يحسب، إذا كان هذا المال الذي استفاده نصاب يبدأ يحسب الحول تاعه من يوم قبض هذاك المال، ولا كان تاجر مثلا من اليوم اللي بدأ فيه التجارة يبدأ يحسب الحول تاعه. فهذا هو، ولذلك يختلف الحول من شخص إلى آخر، مو الشرط يكون في محرم، قد يكون في شهر آخر، المهم يكون دائما بالحساب القمري، يعني على حسب الأشهر القمرية، ما يكونش بالأشهر الشمسية. هذا باش ننبهوا عليه، لأنه كثير من الناس ربما يحسب بجونفي فيفري، ولا هذا لو كان يحسب هكذا يولي ربما على 30 سنة يكون كلا حق الفقراء تاع عام، لأن 30 سنة شمسية تقابلها 31 سنة قمرية. نعم. فلا بد من مراعاة الفوارق، فيكون الحول دائما بالحساب القمري، الأشهر القمرية. نعم. قال هذا المبلغ إذا صرف منه هل يخرج عليه الزكاة؟ إذا كان صرف منه لحاجاته وحال لما جاء الحول لم يبقى النصاب لا زكاة عليه، ولكن إذا بقى النصاب يزكي. نعم. طيب نورهان من المسيلة، الزوج في غضبه يقذف أولاده بأنهم أولاد حرام. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يعني كلام خطير، أقول له اتق الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز للإنسان أن يقذف كأنما راه يعرض، فهذا الكلام إذا كان له قصد لا شك أنه آثم، ولكن إذا كان هو جرى على لسانه يعني فيه الكراهة، ولكن نقول يجب عليه أن ينزه لسانه، ذلك ينزه لسانه مهما كان، حتى ولو لم يكن فيه قصد فهو فيه يعني خطورة، فيه إثم، ولكن إذا كان يقصد فعلا فالإثم أكبر، تولي كبيرة من الكبائر اللي هي القذف، قذف المحصنات يعني من كبائر الإثم اللي رتب عليه الشرع عقوبة، وهي جلد 80، وكذلك لا تقبل شهادته، وكذلك يحكم بفسقه كما قال الله سبحانه وتعالى، والذين يرمون زواجهم ولم يكن لهم شهادة إلا والذين يرمون أنفسهم ولم يكن لهم شهادة إلا والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فينبه الشخص هذا، لا كل حال ما ظنيتش هو اللي راه يقصد هذا الشيء، ولكن هو جرى على لسانه حالة الغضب فقط، قولوا لها تسامحي أنت وحاولي أنك كذلك ترده دائما بالتي أحسن، ونبهوا إلى أن هذا الأمر ما يجوش خطر، يعني حتى ولو كان ما عندوش قصد الاتهام، ولكنه في نفس الوقت يعني يعتبر يعني آثما، لأن في هذا الكلام يعني قبح وإذاء، فلهذا نقول اتق الله سبحانه وتعالى وتوب إلى الله من هذا الفعل. وإذا زعف الإنسان يقول كلمة طيبة بالدعاء لأولاده بالخير، بدل أن يدعو عليهم، بدل أن يقول لهم هذا الكلام،
فهذا راه في الحقيقة راه يجني على نفسه وعلى أسرته. فالعاقل الكيس هو الذي إذا أصابه الغضب يصبر ويبدل المكان أو يتوضأ أو يروح يصلي بدل ما يبقى في الشجار، وبدل ما يبقى يقول في مثل هذا الكلام الذي يحطم المعنويات ويؤثر في النفوس، فإن الجرح الكلام خطير جدا. نسأل الله تعالى أن يحفظ ألسنتنا. آمين يا رب العالمين. أيضا شيخ، نصيحتكم لمن يقع في مثل هذا؟ يعني رأنا نصحناه بأن يتوب إلى الله. ولغيره كذلك، يعني في ألفاظ أخرى اللي ربما يقولوا ردوا بالكم من اللسان، يعني خاصة الإذاء تاع اللسان. اللسان هذا إذا قدر الإنسان يحبسه كما قال بعض العلماء، شوفوا ربي سبحانه وتعالى اللسان وين داروا، داروا بين ثلاث جدر، الجدار تاع اللسان ثم الأسنان ثم الشفتين، حتى لا نخرجه إلا لحاجة إلا لمنفعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قبل ما تجي تقول الكلمة رد بالك، شوف واش راك تقول، هل الكلمة هذه تنفع، هل الكلمة هذه تديك للجنة ولا تديك للنار. قبل ما تغيس، قبل ما تقيس غيس كما يقول، قبل ما تقيس غيس، فكر مليح في الكلمة هذيك. قبل ما تغيس قيس. نعم هكذا، هذا هو. ولذلك الإنسان المسلم يراقب لسانه أكثر من الجوارح الأخرى، لأن الخطورة التي تأتي من اللسان آفات كثيرة جدا، حتى أوصلها الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله في ربع المهلكات من إحياء الأمم الدين إلى 20 آفة، وربما يزيد عن ذلك. فالإنسان المسلم نقول له اتق الله سبحانه وتعالى، رد بالك من الكلام الخطير وخاصة الذي يؤذي ويجرح المشاعر، لأن الجرح يبرأ ولكن الجرح تاع اللسان قد يدوم. نعوذ بالله من جرح اللسان ونعوذ بالله من إذاية اللسان. شكرا لك شيخنا، شكرا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.